السلام عليكم متابعي المحترمين، أرحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين الناطقين باللغة العربية. في درس اليوم سوف نتناول الجانب الإملائي المتعلق بكتابة الأعداد الثلاثة 20, 100, 1000 والتي سبق ورأيناها في الدروس الماضية. نبدأ بالعدد الأول وهو العدد 20 20. نعلم أن هذا العدد له كتابتان مختلفتان، الفرق بينهما هو حرف S. في الحالة الأولى نكتبه دون حرف S، وفي الحالة الثانية يكتب بحرف S في النهاية. لنأخذ هذه الجمل الثلاثة: Il y a 22 fleurs dans le vase. Nous passons 80 jours dans ce village. Ce jardin contient 85 arbres. نبدأ بالجملة الأولى: Il y a 22 fleurs dans le vase. الكلمة الجديدة بالنسبة لك عزيزي المتابع في هذه الجملة هي الكلمة الأخيرة le vase والتي تعني المزهرية. إذن المفترض الآن أن تعرف المعنى التام لهذه الجملة il y a 22 fleurs dans le vase، لأننا سبق ورأينا تقريبا جميع الكلمات التي تكونها الآن. il y a أي يوجد أو هناك، 22 fleurs، كلمة fleurs هي اسم يعني زهرة، 22 تعني 22، dans le vase أي في المزهرية. إذن معنى هذه الجملة توجد 22 زهرة في المزهرية. الكلمة التي تهمنا هنا طبعا هي كلمة 20، نلاحظ أنها كتبت هنا بدون حرف S في النهاية بكل بساطة لأنها في حالة المفرد. ماذا نعني بحالة المفرد هنا؟ المقصود كم من 20 لدينا هنا؟ لدينا 20 واحدة، فقط 20 واحدة، إذن هي في حالة المفرد، وبالتالي نكتبها دون حرف S في النهاية. والأصل في هذه الكلمة أن تكتب بدون حرف S، من العدد 20 20 إلى العدد 29 29. نكتب 20 21 22 23 إلى غاية 29 بدون حرف S في النهاية. نأخذ الجملة الثانية: Nous passons 80 jours dans ce village. Nous passons. Passons c'est le verbe passer conjugué au présent. الفعل هنا هو passer وهو مصرف في الزمن الحاضر. Nous passons. الفعل passer أي يقضي. إذن nous passons نحن نقضي. 80 jours. 80 jours أي 80 يوما، نحن نقضي 80 يوما. dans ce village أي في هذه القرية. le village القرية. إذا قلنا ce village، إذا استعملنا اسم الإشارة l'adjectif démonstratif، المعنى هنا هذه القرية. ممتاز. الكلمة التي تهمنا هنا طبعا هي كلمة ذا. نلاحظ هنا أنها كتبت بحرف S في النهاية. لماذا؟ بكل بساطة لأنها جاءت جمعا في هذه العبارة. إذا قلنا مثلا كم من 20 لدينا هنا؟ حسب الجملة قلنا 80. طبعا 80 تعني 80، لكن إذا شرحناها حرفيا 80 تعني 24، وكأن لدينا 20 أربع مرات. إذن هنا هي في حالة الجمع، وبالتالي نكتبها بحرف S في النهاية. بالنسبة لكلمة ذا فهي تكتب بحرف S في حالة واحدة فقط، إذا كانت قبلها كلمة 4 أي في عبارة 80 والتي تعني 80. نمر للجملة الأخيرة: Ce jardin contient 85 arbres. Ce jardin طبعا le jardin أي الحديقة. إذا قلنا ce jardin هذه الحديقة. contient contient c'est le verbe contenir، سبق ورأيناه في دروس تصريف الأفعال. C'est un verbe du troisième groupe والذي يعني يشتمل أو يضم. Ce jardin contient 85 arbres. كلمة arbre تعني شجرة. 85 arbres أي 85 شجرة. إذن معنى هذه الجملة هذه الحديقة تضم 85 شجرة. ممتاز. الكلمة التي ينبغي أن ننتبه إليها هي كلمة ذا، ونلاحظ هنا مرة أخرى أنها كتبت بدون حرف S. نلاحظ طبعا أنها هنا جاءت في حالة الجمع
80 80 أو 24، لكن كتبت بدون حرف S لسبب بسيط. المفروض أن تكتب هنا بحرف S، لكن بما أن بعدها عددا آخر وهو في هذه الحالة 5، طبعا يمكن أن يكون أي عدد آخر، المهم إذا كان بعدها عدد فإنها تكتب بدون حرف S. 80 مكتوب ذا بدون حرف S في النهاية. نركز جيدا، إذا جاءت 80 وليس بعدها عدد آخر نكتب ذا بحرف S تماما كما لدينا في الجملة الثانية، لكن إذا كانت 80 وبعدها عدد آخر فإننا نكتبها بدون حرف S. نمر للعدد الموالي وهو 100 100. طبعا كلمة 100 تكتب بطريقتين مختلفتين، الفرق بينهما فقط حرف S في النهاية تماما كما رأينا بالنسبة لكلمة ذا. نأخذ هذه الجمل الثلاثة. La réserve est à 120 km du village. 300 espèces vivent dans cette forêt. Nous trouvons 750 insectes. نبدأ بالجملة الأولى. La réserve. La réserve المقصود منها هنا المحمية التي تضم عددا من الحيوانات. La réserve est à 120 km du village. 120 km تعني 120 كيلومتر. دو فيلاج أي عن القرية. إذا معنى هذه الجملة المحمية تبعد ب 120 كيلومترا عن القرية. الكلمة التي ينبغي أن ننتبه إليها هنا هي 100. 100 طبعا تعني 100، ونلاحظ هنا أنها كتبت بدون حرف S. لماذا؟ لسبب بسيط، أنها جاءت مفردا. نقصد بالمفرد هنا كم لدينا من 100؟ 101. إذا سنكتبها بدون حرف S في النهاية. الجملة هنا فيها 120 أي 120. 120. نمر للجملة الثانية. 300 espèces vivent dans cette forêt. 300 أي 300. إذا ترجمناها حرفيا سنقول 300 أي 300. espèces أي نوع، المقصود هنا نوع من الحيوانات. 300 espèces vivent. vivent c'est le verbe vivre. c'est un verbe du troisième groupe من أفعال المجموعة الثالثة. معنى هذا الفعل يعيش. عند تصريفه نقول je vis أي أنا أعيش. je vis, tu vis, il vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent. dans cette forêt أي في هذه الغابة. معنى هذه الجملة 300 نوع طبعا من الحيوانات يعيش في هذه الغابة. الكلمة التي تهمنا هنا هي كلمة 100. نلاحظ جيدا أنها كتبت هنا بحرف S في النهاية. لماذا؟ بكل بساطة لأنها جاءت في حالة الجمع. كم من 100 لدينا هنا؟ لدينا 300. 300 300. إذن بما أنها في حالة الجمع كما رأينا مع كلمة ذا فإننا نكتبها بحرف S في النهاية. نمر للجملة الثالثة. Nous trouvons 750 insectes. Nous trouvons طبعا c'est le verbe trouver، نحن نجد. 750 أي 750. 750 insectes. insectes اسم يعني حشرة. إذا معنى هذه الجملة نجد 750 حشرة. ننتبه جيدا لكلمة 100. نلاحظ أنها كتبت هنا بدون حرف S رغم أنها جاءت في حالة الجمع. كم من 100 لدينا هنا؟ لدينا 700. 700. لكن رغم ذلك كتبناها بدون حرف S. لماذا؟ بكل بساطة مرة أخرى لأن هناك عددا آخر بعدها وهو هنا 50. طبعا يمكن أن نجد أي عدد آخر. إذن كلمة 100 تكتب في حالة الجمع بحرف S شريطة أن لا يكون بعدها عدد آخر كما رأينا في الجملة الثانية. مثلا 300 espèces 300 نوع. إذن 100 كتبناها بحرف S لأن ليس بعدها عددا آخر، لكن في هذه الجملة في الجملة الأخيرة 750 كتبنا كلمة 100 بدون حرف S
رغم أنها في حالة الجمع. لماذا؟ لأن بعدها عددا آخر. إذا نفس القاعدة كما رأينا بالنسبة للعدد 20 ذا. نمر للحالة الثالثة وهي حالة العدد 1000 الذي يكتب ميل. بالنسبة لهذا العدد فالأمر بسيط جدا لأنه يكتب كتابة واحدة فقط، سواء كان يدل على المفرد أو على الجمع. لننتبه لهذه الجمل: Vous avez 1900 euros. Nous avons besoin de 4000 feuilles. 2360 voyageurs. الجملة الأولى: Vous avez 1900 euros. Vous avez, c'est le verbe avoir. طبعا أنتم لديكم أو أنتم عندكم. 1900 euros. 1900 أي 1900 euros. طبعا هذه عملة مالية. إذن أنتم لديكم 1900 أورو. الكلمة التي تهمنا طبعا هي كلمة ميل. نلاحظ أنها كتبت بدون حرف S. طبعا هنا هي تدل على المفرد، لدينا 1001، لكن سواء أدلت على المفرد أو على الجمع فهي تكتب دائما بدون حرف S. لكن بالنسبة لكلمة سون ننتبه جيدا، هنا كتبت بحرف S لأنها تدل على الجمع 900. كم من مئة لدينا هنا؟ لدينا 900 وليس هناك أي عدد بعدها، إذن نكتبها بحرف S. الجملة الثانية: Nous avons besoin de 4000 feuilles. Nous avons besoin. عبارة avoir besoin. Nous avons c'est le verbe avoir. عندما نقول avoir besoin أي يحتاج. عندما نقول nous avons besoin أي نحن نحتاج أو لدينا عندنا حاجة. حاجة إلى ماذا؟ 4000 feuilles. 4000 تعني 4000. Feuille أي ورقة، نحتاج 4000 ورقة. كلمة ميل نلاحظ هنا أنها في حالة الجمع لأننا نتحدث عن كم من 1000؟ 4000، لكن مع ذلك كتبت بدون S لأن كلمة ميل كتابتها لا تتغير أبدا في المفرد أو في الجمع. في الجملة الأخيرة: 2360 voyageurs. 2360 voyageurs. هذه الجملة تتكون من جزئين، من عدد ومعدود. العدد هو 2360. 2360. 2000 أي 2000. 360 أي 360. إذن 2360 مسافرا. voyageur أي مسافر. كلمة ميل طبعا كتبت بدون حرف S كما قلنا سابقا. ميل لا تتغير كتابتها سواء في المفرد أو في الجمع. لكن ننتبه هنا لكلمة سون، نلاحظ أنها كتبت بدون حرف S. لماذا؟ بكل بساطة لأن بعدها عددا آخر وهو 60، رغم أن كلمة سون جاءت جمعا. كم من مئة لدينا هنا؟ 300. إذن 300، لكن رغم ذلك كتبت بدون S لأن بعدها عددا آخر. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. ندعوكم لمشاركته مع أصدقائكم الراغبين في تعلم الفرنسية من البداية. في الختام وكالعادة نشكر لكم حسن المتابعة ونتمنى لكم دائما رحلة موفقة.